هنالك اضطراب في عمل المفوضيه، مع احترامنا لها يعني، وحتى في مساله الاسماء والتحالفات كان هناك اضطراب كبير، وكان تقديم موعد الاسماء على التحالفات، ثم حاولت الان 2 و 1 و 5، ما يصير. المفروض انه بعد 1 و 5، بعد انه اتضاح التحالفات، يمنحون على الاقل 15 يوم حتى يرشحون اسماء حتى تطرح صوره. لكن انا حقيقه استغرب لماذا، لانه يعني نوع من يعني اتمنى لا تاخذهم العزه بالاثم، انه يعطون 15 يوم للتحالفات لتختار اسماء. هذا منطقيا وينبغي ان يكون حقيقه، بغض النظر انه هي راح تاخذ مو تاخذ، بس هذا المفترض. يعني ما يصير انه بنفس الوقت، لا، انه تحالفات تتضح الصوره ثم يعني المرشحين. بس هذا اللي صار، هذا اللي صار، بس نريد نعرف انه اكو تمديد لو ماكو تمديد حسب وجهه نظرك، لو الاحزاب والتحالفات تكمل خلال الثلاث ايام القادمه. لا، أنا بالنسبه للتحالفات اعتقد لا راح تتم، لكنه بالاسماء ربما اعتقد سوف تمدد الاسماء، يعني الترشيح ربما اقول. الان احنا عدد 926 مرشح لحد الامس، هذا متوقع، لانه تعرف قبل كان يعتمدون على انه مثلا في بغداد 70 هم يرشحون، و70 يرشحون الضعف 140 كان رشح ضعف. نعم، حتى يحصلون، تعرف تجمع، كانت القائمه تجمع والمرشح، الان ما فقط المرشح، وبالتالي تصير عمليه تشتيت، فلذلك يتم التركيز. هذا امر يعني متوقع، لكنه في الدوائر هناك ظلم، ولذلك يقول معيار الكوت النسويه هو معيار وهم، معيار وهمي، لان هنالك تفاوت كبير في سعر المقعد حقيقه. يعني في بغداد على سبيل المثال، المنصور سعر ان سعر المقعد 106، لكنه في ابو غريب 8. شلون حسبتها دكتور؟ شلون حسبتها؟ يعني في احصائيه حقيقه. هذا يعني طلع لك ارقام، مثلا في ابو غريب 68، في الصدر الاولى، يعني انا حقيقه سويت يعني صار في سنجار، هنالك ايضا تفاوت في سنجار، ايضا 90 مقابل مثل الحمدانيه 51، يعني شوف الفرق قد كبير سعر المقعد. في تكريت 95، في الشرقاط 59، يعني كثير يعني. في ابو غرق في الحله 78، في ناحية النيل 48، يعني ما في شيء، شنو هالتفاوت هذا؟ حقيقة تفاوت غير منطقي.